ازاي ممكن عمرك يطول؟ انك تقدر تجدد اهدافك طول الوقت. استاذ ضياء 82 سنة ارمل وما عندوش اولاد، بس الشارع كله اولاده، قادر يملى حياته بتفاصيل منها اللي استمرت معاه من اكتر من 70 سنة. حياته قصة حب متواصلة مع الناس، مع بيته، مع كل حاجة في حياته، والاهم مع نفسه. ايوه ست تعالي اتفضلي، تحبي تشربي ايه الاول؟ اللي انت عايزه يعني، لو شاي يبقى حلو قوي. ماشي نعمل شاي. اسمي ضياء عز الدين، سني 82 سنة، على المعاش طبعا. بشغل بقى وقت فراغي كله في ان انا اقعد برسم، اقعد على ماكينة الخياطة. يا ترى تحب نتكلم في ايه النهاردة؟ انا جاي مخصوص النهارده علشان موضوع الطوابع. بص يا ستي جيتي لي بقى، انا كنت لسه ايه بخيط كده، لكن انا بقى ايه هنأجل بقى الخياطه دلوقتي وايه علشان نقعد نتكلم. بص يا ستي بقى، بالنسبه لهواياتي الجمع الطوابع، هوايه الرسم، هوايه التصوير، هوايه جمع النقود القديمه والعملات المختلف انواع مختلف البلاد، والى جانب برضو عندي الخياطه، هوايه الخياطه، فهوايات متعدده. بس عايزك بقى تبتدي تكلمني من اول ما اكتشفت ان انت عندك هوايه جمع الطوابع، ومن اول ما بدات تجمع الطوابع. هوايه جمع الطوابع البريد دي بقى بدات وانا سني حوالي 8 سنين، كنت لسه في ابتدائي، فما كانش عندي فكرة عن أي حاجة زي كده. بصيت لقيت زمايلي كل واحد عنده ألبوم بيجمع طوابع. الله، إيه الحكاية دي؟ لقيت إنها هواية كويسة، ولقيت كل واحد بيتباهى بالمجموعة اللي عنده، فقلت بقى إيه الهواية دي كويسة، طب دي أنا ما يكونش عندي نفس الهواية دي، والطوابع دي شكلها جميل، انا هبتدي الهواية دي. اول طابع بقى بدأت اجمعه، بصيت لقيت بقول لوالدي، بقول له انا هبتدي اعمل اجمع طوابع بريد، فراح مطلع محفظته وطلع لي طابع هندي من الهند، قال لي طابع زي دي؟ قلت له اه، قال لي طب خد اول طابع هتجمعه هو مني انا، طابع من الهند. فرحت بيه قوي، رحت حطه وقال لي هجيب لك ألبوم. فبدأت بقى إيه أسأل أجيب الطوابع دي إزاي، فبدأت إيه ألاقي ظرف عليه طابع، أروح واخد الطابع بتاعه أشيله، وبدأت من هنا بدأت أي طوابع عندي زيادة بقيت أبدلها بطوابع ناقصة عندي، بدأت الإيه العملية تكبر وأنا في ابتدائي لسه. وكان لي عم بيدرس في إنجلترا، فوالدي بعت له قال له ده ابني بدأ يهوى جمع الطوابع، فشو ابعت له طوابع من عندك. فعمي بعت لي ألبوم وبعض الطوابع برضو ايه زودت من اهتمامي بالهواية دي. طب انا عايزة اتفرج على الألبومات دي يا عم دي واحنا بنتكلم. اوي ماشي، اتفضلي بقى معايا.
كنت شغال في كذا شركة في مجال العلاقات العامة، وسافرت قعدت 10 سنين في ليبيا. أنا كنت من الجيل الشباب متفتح على دول أوروبا. سافرت كنت في الأجازات الصيفية كنت بسافر، كنت بقى إيه علشان أجيب مصاريف سفري كنت باخد معايا شوية منتجات من خان الخليلي مع بعض من طوابع البوسطة المصرية، وكنت بروح هناك أبيعهم. دي بقى الايه، دي مجموعة طوابع بتاعت مصر. فايه من اول بدايتها ما بدأت الطوابع لحد من سنة كام تقريبا يا أستاذ؟ ده من قبل ثورة 52 كمان، أيام الملك فاروق. وفين بقى يا أستاذ ضياء أقدم طوابع عندك؟ دي طوابع دي بعد الثورة. أنت عايزة أقدم طوابع قبل الثورة؟ دي موجودة في ألبوم لوحده. الألبوم ده بص يا ستي، ده عندك بقى أقدم طوابع دي الأميرة في الريال والخديوي إسماعيل للملك فؤاد، محمد علي باشا عند خديوي إسماعيل للملك فاروق. ودي مناسبات بقى، مناسبات، مناسبة مثلا اجتماع الملوك والرؤساء في إنشاص. وهنا عندك مناسبات برضو، هنا المتحف اتعمل أول مرة يتعمل فيها المتحف. وعندك هنا كمان دخول الجيوش المصرية فلسطين الحرب مع اليهود. وكل طابع وله مناسبته. بس أنا شايفة يا أستاذ ضياء إن أنت كل اللي عندك طابع مصري بس. لا إزاي، أنا عندي ألبومات تانية مليانة طابع العالم كله. باللي في إيدك دولت بس بتوع مصر، وفي غيرهم كمان لمصر برضه، لكن اللي عندي مجموعة كبيرة أحب أوريها لك دلوقتي. لا ده أنت حضرتك فعلا عندك مجموعة كبيرة جدا من الطوابع لحتى الدول اختفت من على الخريطة. بس أنا عايزة أعرف بقى كان إيه مصادر حضرتك في إن أنت تجمع كل الطوابع دي؟ في سنة 57 أنا كنت يوميها في تالتة كلية الأداب قسم تحرير وترجمة وصحافة، اللي هو بعد كده استقل بقى كلية إعلام. وكانت أول دفعة، أنا كنت في أول دفعة، كان لسه القسم منشأ جديد. لقيت إعلان في فتيات من ألمانيا عايزين يرسلوا شبان من مصر، والجامعة مهتمة بهذا الموضوع علشان عايزة شباب مصر ينفتح على العالم ويعرف البلاد اللي بدأ. ده كان هدف الدولة بعد الثورة. طلعت على المسجل قلت له اديني عنوان أنا عايز أراسل، فراح مديني عنوان من ألمانيا، فاخدته وفرحان قوي ان انا هبتدي مراسله. يعني هي كانت بنت المانيه؟ بنت المانيه، كلهم كل العناوين كانت من المانيا. بدات انا بالجواب، عرفتها على نفسي وهواياتي وكل حاجه عني وصوره ليا، وبعتها لها على عنوان. فمرت بقى كام اسبوع كده بدأت أنسى الموضوع ده، إلى أن فوجئت بجواب جايلي بالرد، بأنها برضو بتعرفني بنفسها، وهي فتاة برضو بتشتغل سكرتيرة في شركة ومعها دبلوم سكرتارية وبتحب المراسلة وعايزة تعرف كل شيء عن مصر. جات لي سنة 1966 بعد 9 سنين مراسلة وتبادل هدايا، لأنها طبعا عارفة تاريخ ميلادي وعرفت تاريخ ميلادها. فلما جت بقى
سنة 1966 وريتها الطوابع، مجموعة الطوابع اللي عندي، فانبهرت بيها وقالت لي لا ده أنا ههتم بقى إن أنا أزودك بمجموعات كتيرة عن ألمانيا وغير ألمانيا. يعني كانت البنت الألمانية دي هي المصدر الأساسي اللي خلاك تجمع أكبر عدد من الطوابع. بالضبط كده، لدرجة إن أنا ألمانيا نفسها مخصص لها يجي حوالي 4 أو 5 ألبومات. العلم برضو سافرت لها بعد 9 سنين من زيارتها ليا في مصر، كانت سنة 1975، رحت ألمانيا ورحت زرتها، كانت أيامها هي متجوزة. المهم كانوا استضافوني عندهم فترة، وإلى جانب جولتي كانت في بعض دول أوروبا. تصوري بقى إن الصداقة دي استمرت بيننا حوالي 57 سنة، من سنة 1957 لحد 2014. قولي يا أستاذ ضياء، إيه مصير المجموعة دي؟ يعني لو تعرض على حضرتك مبلغ علشان تتنزل عنها توافق؟ شوفي، أنا بالفعل اتعرض عليا مبالغ يعني ياخدوا المجموعة دي، لكن ارتباطي بيها بقى من صغري لحد دلوقتي أنا مستخسر إن أنا أفرط فيها، أنا متعلق بيها جدا، لدرجة إن أنا بفكر بعد كده أهديها لمتحف من المتاحف عشان يحتفظ بيها ما بدل ما أي حد تاني ياخدها. Thank you.